Costumes has been added. Use this option to change characters' outfits. لما اكبس بوز او على الاوبشنز يعني بعطيني خيار اني اغير الزي تبع ليون. اي يخرب بيته، ليون بده يشلح اواعيه بنص الطريق ويغير. شو هالمصيبه هاي؟ كانت في الجزء القديم في خزانه، هلا صار بيشلح بالطريق. عيب. هاي جيكس، ويلكم باك تو مور ريزيدنت ايفل 2 ريميك. معكم حسان سالم. اوكي، بما انهم مصممين كثير على قصه شو اسمه الأزياء، هات نشوف. هي اوه هذا الزي الكلاسيكي، بس ليه ما اقدرش اختاره؟ كاركترز ويل وير ذيس الترنت في اوتفيت ثرو ذا ثرو اوت ذا ستوري. هي النورمال. انلوكت اوتفيتس. اوكي، وكلير. اوكي، ايش مكتوب على هذا؟ 7. مكتوب 7 على الجاكيت. طب ايش؟ او ماي جاد، كاستيومز انوار اركلا. لا شكله وكلير انوار وميليتري والزا ووكر. شوفوا جيكس، بدي احكي لكم شغله. طب هذا ليه ما بقدرش اختاره؟ كاركترز ويل وير ذيس الترنتيف، ما بقدرش اختاره. anyway جيكس، انا بدي امشي على هو ما بدها اللعبه، رح امشي نورمال اوتفيتس. هلا اكتبوا لي في التعليقات اذا حابين اغير الزي وشو الزي اللي بدكم اياه. انا اوريدي رح اعمل تصويت عندي على الكوميونتي تاب، التصويت اللي بعمله بالعاده، رح اعمل تصويت للاسلحه انه اي سلاح اخذ، كريس ولا جيل ولا البرت ويسكر. وبالنسبه للازياء رح اعمل تصويت لليون، بما انه عم نلعب بليون فرح نشوف اعمل تصويت لليون. انا معجوق، لساتني معجوق بصوره مش طبيعيه جيكس، فانه اوكي خلينا على النورمال لانه هو على اساس شرطي وجاي على وظيفته، فخلينا نلبسه لبس شرطه. Switch all characters back to their normal costumes. خليك نورمال على بال ما نشوف الجيكس شو بدهم بالتصويت. نورمال. Yeah. Return. Let's continue. ما غيرش اواعي. ما غير اواعي. لساته بلش اسمه. وكليه. يمكن مش هلا. ايه هلكتنا خلصنا. مش عارف بس اوكي اوكي. anyway بجوز بغير لحاله. او بدش يشلح حاله. استحى. يب. خرعتني هاي. يس. هاي البوت. هون كمان في بوت صح؟ هيو. You got this, Leon. أنا حابب أشوف شو في تغييرات عن الديمو. يعني لهلا شفنا في باب فتح فوق في الطابق الثاني اللي عرفنا من خلاله إنه مركز الشرطة كان متحف، وفي دار أيتام كله تحت إدارة أمبريلا. هلا هلا. هذا بيحمل 15 رصاصة ايش اسمه سلاح كريس. حلو حلو جدا. اوكي ليتس كونتينيو. اتفش اتفش. جينا. او على فكرة ممكن نخليه لابس هذا اللي لابسه هو هلا، انه اجى على قدر رقبته لما سمع انه في، قصدي لما تاخر على شغله، وهو على اساس انه ليون بكون هذا اول يوم وظيفي لإله بكون تاخر على شغله. صار معي كثير اشياء. جيب لك سبوك. هدول خزانات فيش فيهم اشياء صح؟ هلا في واحد بلطب. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! حزين يا ليت. I'll get you out.
Give me your hand. Help me! I got you. Give me your other hand. احفظتها زي اسمي، هاي احفظتها زي اسمي. بس على فكرة في شغلة زيادة، شايفين هذا الشكل اللي مشحبر بالأزرق تحت في الدفتر؟ هذا حل اللغز للتمثال الثالث، في زي هيك سرطعان بالنص أو عقرب، وفي سمكة على اليمين وفي إشي هيك على الشمال. هذا لاحظتها لما لعبتها لحالي يعني. هاي هوم وات في الديمو ما كانوا موجودين. جاي بتفلسف قاعد انتو شايفين بعرفش انه هدول موجودين. محلولين هون جاهزين سهل. جاي بتفلسف. Come on you know what. يلا يلا زي السبيد ران. لا 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 بلا هبل. فكرت في اشي ورا. بس على فكرة في شغلة هون. Jesus! فلافل! باي باي. في غرفة على اليمين هم بيفتحوها الزومبيز هايهم. Jesus! What the freak! باي باي. لا تصحى. ايوه هون في هاي. في رصاص. هذه برضو كانت في الديمو. هذا الباب مسكر صح؟ حسد. Go away. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. I'm sure you did what you could, Leon. ليش مكتوب كلمة 7 على جاكيت ليون؟ Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now, you'll need this. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out, or you run. Got it? Yes, sir. طلع ليون جايب اصلا لبس الشغل معه، هيو غيره لبس لبس الشرطة العادي وانا نازل بك بس change costume اصلا معاه. هي معيش وسعة. لا
أوه وات؟ أوه في في صندوق في صندوق. دامت انخرعت أنا. في صندوق. في عشبة هلا بناخدها. خلص اعمل هيك واعمل هيك وهذه هلا بنستخدمها. والمسدس هذا حبيبي خلص. على فكرة مسدسه ماتيلدا، الاسم ماتيلدا، في سلاح باخده ليون في ريزيدنت ايفل 4 مسدس برضه مطور اسمه ماتيلدا، فهذا على نفس الاسم. مبدئيا بدي اخلي هذا على جنب قبل ما نشوف شو نتائج التصويت تبعتكم جيكس. اوكي خلص هي ثلاث فراغات. هات نعمل سيف احتياط. عملنا سيف. اوكي خد السكينة حقت مارفن الحزين. عن جد حزين. سب وبن نسيتها هاي القصة. ليتس جو. طبعا جيكس زي ما عملت في الديمو ان شاء الله بعمل باللعبة. انفصفصها تفصفص سلطة خضار. خذ. بدي اجرب سلاحها كريس. The basics of survival. اخذت تروفي. اساسات النجاة لما خلطت العشبتين. في موسيقى تغيرت هون. اشنع هالمنظر. خرب بيتك. مش معقول. على فكرة طلع طلع هذا كيف. انا بدي احمله على ظهري. اخس. في مرة وانا بلعب الديمو هذا وقع على كتف ليون وضلتني اركض فيه وهو على كتفي. والله صرت اضحك. المهم كابكوم هي السباقة. يما الليجر هي السباقة في الزومبيز. هلا بعد هيك لا بديش احط الخشبة هون، بدي احطها هناك على الازاز. بديش اخلي هاي تطلع. هي هي وين؟ تعالي غبية. اخذت تروفي. That will hold them. الخشبة رح تعيق حركتهم. المهم كنت اقول انا كابكوم هي السباقة في رسم الزومبيز ومش عارف شو. بس بعد هيك صارت ريكورد اوف ايفنتس. هلا لا بكمل دقيقة بس نشوفها شو بتقول. تذكرت. هاي الورقة بتحكي الاحداث اللي صارت في مركز الشرطة، انه كيف في البداية خلوه مأوى للناس والسكان، بس بعدها خرجت الامور عن السيطرة والزومبيز اقتحموا المركز وخلص يعني فلتت الامور. فزي ما كنت بقول كابكوم هي السباقة في رسم الزومبيز وتصميمهم. بس بعد هيك صار في العاب كتير تتفنن بالزومبيز والعاب الزومبيز. بس بهذا الريميك وبهاي التصاميم كابكوم تصدرت الاشياء، صارت هي البايونير، هي القائدة. احلى زومبي شفتهم بحياتي. هلو فريك. هذا سلاح كريس. يخرب بيتك مش تصحى زي ما صحيت. يي حسنا بعد عنه خلص بس على حاله. لا مش هون مش هون. ايوه هون. هيه انا ليه ما اخدتش البطاقة؟ كانت موجودة. وات؟ ولا هداك بس في الديمو؟ لا لا بدي اتأكد جيكس بلا هبل. يي حسود ما اخد. يو ماي جاد هذا الطريق. انا نطيت من هون بقدرش ارجع. ما كانش في بطاقة صح؟ تبعت الشوتجان. بلا هبل حسان. anyway 102.
فيش اثنين، فيش اثنين وفيش ثلاثة صح؟ في 106 109. معقول معقول ما لمحتش البطاقة أول ما أخذتهاش؟ شو هالمصيبة هاي؟ هذا الفيلم. أوكي حلو صوت الكبسات. انقهرت أنا على فكرة. إيش هاد؟ آه أوكي سكينة. أوكي هذا المفروض يكون رصاص محرز صح؟ لا ما أظنش على فكرة، ما أظنش. لا لا هديك البطاقة حطوها عشان الديمو. اه بتذكر هاي النوت، هاي بتحكي لي انه رقم 2 و3 مفقودين. يخرب عالم بطخ هون، ما بطخ. يا عيب الشوم يا ليون، انت ولسانك يا عيب الشوم. عاد ما احلاني في يما في وسعة. شي هاي uses of gunpowder، قرأت 2 gunpowder بعطيني رصاص، 1 gunpowder وإشي high grade gunpowder لونه أصفر بعطيني shotgun، و2 أصفر بعطيني magnum. I know this stuff من الديمو. على فكرة الرصاص مش كتير فتفيت، والله مش كتير. مش تصحى هلا عنا لنشوف هون زي ما حكوا. ايش قلنا احنا؟ ليش بنسى انا؟ 9 left 15 right 7 left. هي اوه والله توقعت يغيروا الموضوع بس ما غيروا. يلا احسن. اخذت تروفي هيب تو اد سكويرز. زيد زيد المساحه زيد. او ماي جاد. اوبريشن ريبورت، تقرير العمليه شو بيقول؟ هذا تقرير عامله اليوت بيحكي فيه انه مين اللي بصيح قاعد خلصنا وينك؟ بيحكي فيه انه كيف خلص فقد الامل هو واللي معه، كان معاه 2 وقرروا يهربوا. ويلكم ليون مكتوب فوق. ايش بالنسبة؟ ايش بتعمل؟ ايش بتعمل؟ وين رايح؟ خايف مني؟ يما ليش هيك منظرك؟ الو خلص. فقرروا يهربوا عن طريق الطريق السري اللي موجود تحت المركز الشرطة من أيام ما كان متحف، طريق سري. فهناك بدهم يروحوا. روكيز فيرست أسايمنت، أول مهمة للروكي اللي هو ليون المبتدئ. شو بيقول؟ أوكي هذا بيحكي لي إنه هون في قفولة وأول حرف من اسم كل واحد من زملاء ليون هم 3 وهو بكون حل القفل. اوكي هلا هون في قفلين قال لي ماشي الحال. هون في عنا ديفيد فورد يعني دي، وهون هذا ملف اليت اللي اخذناه من وزن، هون اليت يعني اي، وهون ما بعرف. اه هي لا 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 هي ان اي دي ند ميبي ان ايه. اوكي وهون ام مارفن حزين ريتا فيليبس. الله لا يوفقك. نقصتي خرب عالك.
ايش ايش تفيد مفروض تعالوا فقع مين هذا اللي فقعنا راسه مش محطوط الاسم او لا هي 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 بب 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 بب. لا ريتا هاي مارفن مين هون هو حكى بالورقه حدا اسمه سكوت بالاس يعني اوكي مارفن ريتا سكوت معقول اس فيش اس هي شو جي مين جي والله ما بعرف مين جي جي مين جي ليون شو ليون اس وكنت مين اللي قتل هيو مين 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 صحي وكزيح اشوف شو اسمك هي جي هي اول حرف جريجوري جورج وات ذا فريك ايش اسمك هي سكوت اسم اسم العيله سكوت بس هو شو اسمه جورج انا بكبس كبسات قاعد اوه طب استنى حسان انت فتحت القفوله يعني ايش هاي كاباسيتي ماتيلدا هذا سلاح هذا رصاص لماتيلدا اوه A custom part for the Matilda. آه بزيد الرصاص ل 24 رصاصة. سلاح ماتيلدا بخليه يحمل 24 رصاصة. فيها أوكي. فيها تطوير للأسلحة القصة. This is really nice. هل عندنا؟ بدنا مفتاح. هل عندنا هلا لما أرجع لك بقتلك. آه عصر يي من وين جيت من وين جيت أوه مش من هون الطريق ما بيموتوا الزومبيز ما بيموتوا نهائي ضلك طبل من هلا لبكرة كومبوين سلطة خضار بالبشاميل هات 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 شو اسمه؟ نطور ماتيلدا. أوه، what is this؟ آه هاي تبعت الأعشاب صح؟ مدي آه خلص أوكي. إنه كيف تخلط الأعشاب ومش عارف إيش. أوكي. رزاز. أخلط. أخلط. على فكرة في شغلة لاحظتها ب. بدفتر او بالنوتس تبعت الاعشاب بس بدي اتاكد منها والله حسيت حالي قرات اشي وما انتبهت له according to one doctor of asian medicine mixing blue and red herbs together produces a blend that will strengthen one's constitution اذا بتخلط الازرق مع الاحمر بيزيدك قوه هاي جديده Truly, we have only just begun to realize the full potential of these herbs and their ability to heal the human body. Okay. أحمر وأزرق بتزيدك قوة. إيش معناته؟ دامت. والله حسيت حالي إني فرشعت عن إشي مهم. دامت. حسان لا تستعجل. استمتع. بدي كاميرا زي هاي أنا. بعرف شنو بس. أو زي هاي. اشعل 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 اسمع الموسيقى اوكي اوكي هات ماتيلدا اعمل كومبوين كاستمايزر اخذت تروفي اسمها كاستمايزر اوكي اخ هيك صار في معك 20 رصاصة أو لا حابب أخليه معي بصراحة خليه خليه حزين خليك خليك مش عارف ليش هيك حبيته بعد ما تطور أوكي هاي الأحمر والله يا الأحمر وهاي الصورة العجيبة مش مفهوم شو هي بس اخرتنا بنفهم الا يكون في اشي من وراها
الأحمر معي ثلاث فراغات. أوكي. Let's go up. أوه خلينا نعمل سيف. على فكرة أنا اليوم عندي كان عيد. عن جد عيد. أنا على فكرة لساتني عم بلعب يوم الخميس. يعني هذا فيديو تاني. بس أنتوا بس أنا سجلته بنفس اليوم. فأنا اليوم عندي يا عيد. صدقا بتعرفوا العيد وكعك العيد ومعمول العيد المعمول الفلسطيني الزاكي يا ابو عجوه انا بحبه. في معمول صغير انا بحبه كثير بكون لقم. المهم فانا من الصبح هيك بس معجوق زي اللي ايش مستني حدا يجي من السفر. في عرس في اشي I mean man. اوكي هون بده كرانك. هون في حد بده يوقع. ترى بعقلك. هون ايش كانت؟ بايو؟ لا استنى. بايو ولا غيروها؟ غيروها فيش اي. طب هي رز؟ فيش ار. طيب هاي خزنة مين؟ دامت هاي بي وين اي؟ فيش اي صح؟ وهون رز ريزيدنت فيش ار. هدول غيروهم هدول بطلوا عاملين زي الدم. او ماي جاد شوت جود. موافق فيش شيء هون بورتابل سير. هاي هدول هاي ملاحظة بتساعد في فتح القفول يمكن. اوكي هاي كأنها ورقة لحل لغز اللي هو هذا بورتابل سيف. ايش هاد زمن يو كان اكزامن. اوكي طيب هلا بنعمل اكزامن. هذا ايش سمول بورتابل سيف اكبس اكس وات ها؟ ما فهمت. طب دقيقة خليني أقرأ بالله الإشي. Press a button to light up its corresponding lamp. طيب light them all to open the safe. لازم كلهم يضوء. The buttons must be pressed in a certain order. Pressing a single لازم ينكبسوا بترتيب معين. What؟ شو بدي أعرف ليش الترتيب طيب؟ هات نجرب. لو عملنا اوكي هاي بتضوي اللي تحت هي اوكي اوكي طيب عرفنا واحد هي اوكي اوكي استنى وات اه دقيقة Oh my god. Oh my god. ايش صار؟ سبير بارت. كبسة. زر. شو كومباين حسان؟ هاي اي واحدة فيهم؟ انا بختار اذا اثنين او ثلاثة. اوكي. Well, this is nice. انا بتحزر قاعد. زبطت. الله يسعد قلب كابكم على اللي عملته فيي. او ماي جاد الوقت الله يلعنها. اوكي جيكس للاسف انا راح ارجع اعمل سيف لاني مضطر اسفا مضطر اسفا يا خرب بيتك من وين؟ الله يلعن فلافلك. وقع لي السماعة من إذني يخرب بيتك. جاء أنهي الفيديو أم أنهاني أنا؟ وين السماعة؟ anyway بفوتوش هون صح؟ شو الحظ هذا الهباب؟ بدل ليش نقصر هيلث بس طلع طلع الدم على ليون على رقبته.
سؤال. مش مشكلة، معك طصاص ومعك أشياء تخافش. مهم جيكس، أنا مضطر أنهي الفيديو لهون. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير، أنا بتشكركم كتير للمتابعة، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.